العراق في المرتبة 114 عالميا، ضمن قائمة أفقر شعوب العالم. يعني أفقر شعب بالعالم، احنا بمرتبة 114، عدد الدول هي 207، اذا نحسب على 207 يعني احنا فوق النص، يعني فوق النص بشوية هم نعمة. بس شلون احنا يعني أفقر شعب بالعالم، وشلون عندنا جكسارات، شلون عندنا مونيكات، شلون عندنا هاي السيارات، منين جاي نجيبها؟ ما يعني ليش يعني الفرد العراقي يطلع دخله يمكن واحد من افضل الرواتب على مستوى العالم، ليش الشعب فقير؟ هي هنا الشغلات اللي واحد ممكن يتساءل بها. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول الموضوع. يقول زين الدين العباد، يقول ترى 114 كل الزين مقارنة بالواقع، محلل اتجاه ضرب وتحاسبه وقارنته بالواقع، محلل ما كل شيء ترى. محمد الصقلاوي يقول الله أكبر الله أكبر، يعني ما جاي يصلي، هو جاي يقول الله أكبر. ونحن نحن بالواو، نحن بالواو مو بالشي اسمه، مو نحن. أغنى ثلاثة بلد بالعالم، والشعب يفترش الطرقات لكسب لقمة العيش. عليكم من الله ما تستحقون يا ولاة الأمور. نحن مو بالواو، نحن نون حاء نون وضمة مو بالواو. هاي يعني اللي كتب التعليق. نورة تقول صيت الفقر، يعني الفقر بين قوسين الفقر، ولا صيت الغنى. اي صدق، اي والله صيت الفقر ولا صيت الغنى. نصير احنا يعني ما عندنا فلوس، ولا دولة عندها فلوس وتجينا امريكا يعني مثلا تاخذ من عندنا، شو ما تاخذ من باقي الدول على ابو تحميهم عتاوات، تاخذ مثلا من السعودية، من قطر، من الامارات، عتاوات يعني تحميهم. شعلان جزارة امريكا، شعلان جزارة ويفتر على المنطقة ياخذ فلوس. زين بعد ما اعرف ياخذهم بالفايز، ياخذهم لله بالله، ما حد يعرف. ولو بهذا الوقت ما اكل لله بالله، يعني اعطيك اياها منا ياخذها منا غصبا ما عليك. اتاوات يعني مثل الحكومة، تعطيك الراتب طببته بجيبك، طب الراتب بجيبك هستوك فرحت بي، خلاص بنزين، دهن، باتري سيارة، صدر سيارة، يخلص. شو تسوي له؟ يقول عقيل والله حيرة وياكم، يوم مطلعيننا أغنى الشعوب، يوم أفقر الشعوب، هسه إحنا شنو؟ ما نعرف، أي صدق ما نعرف، لا إحنا أغنى الشعوب ولا إحنا، ما نعرف. شو تسوي يا أخي يعني عقيل؟ منتظر يقول بسبب أمريكا وسرقتها لثروات البلد وسياستها الرعناء وصل العراق لهذه المرحلة. طبعا هذه كانت أبرز التعليقات حول هذا الموضوع اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في فقرة فيس تو فيس. طبعا